ويا لف التيب او الشطرطان على الشكيمه شرحت بشكل حقيقي مكثف كتابه في المقاطع اليوتيوب، لكن بشكل عام ليش يركب ركوب خاطئ ما يسويه او هل يحتاج بالفعل او لا؟ يركب ركوب خاطئ عاده يستعمل الادوات لقوتها اعتقادا من ان قوه الاداه تفيده، دائما يحبون الشكيمه تكون نحيفه لانها تكون حاده بالسكين، بغيت تحدد ايش تسوي، بغيت تخليها حاده تسنها هي نحيفه، فكل ما كانت نحيفه اكثر كل ما كانت حاده اكثر تصير تقطع الشيء اكثر. هقول لك الشكيمه كل ما كانت نحيفه ما بعريضه كل ما كانت حاده على فم الحصان، فطبيعي انه اصلا هو يبحث عن الحاده بكبرها، فشلون يشتري شكيمه ثم يحاول يخففها بالشطرطان ما له معنى. الشطرطان انت تحطها عشان تخفف الشكيمه، شلون تشتري شكيمه اصلا حاده ثم تخففها؟ فاغلبهم طبيعي منطقيا ما راح يسوي شيء ما تصلح لهم. لكن اذا كنت تركب ركوب صحيح، اولا تحب العريضه اكثر من الحاده انها تقلل الضغط على فم الحصان، ثانيا الشطرطان عشان تخففها زياده، ثالثا الشطرطان احسن من الشكيمه البلاستيك او الربر لانها لو انقطعت تركب مره ثانيه الشطرطان، بينما الربر والبلاستيك زي ما شرحت في مقطع اليوتيوب التطبيقي لما ينقطع خلاص انتهت الشكيمه، داخل الشكيمه ما هو شكيمه طبيعيه عاديه والمكان اللي ينقطع صعب ترجعه او تضبطه، فالشكيمه كلها ما تسوي شيء. لكن لما تكون انت لاف عليها الشطرطان مجرد انه ينقطع او يتفتت تركب تلفه مره ثانيه او تفكه وتلف مره ثانيه تقدر برضه تنظف بسهوله لو أردت. فالفكرة من تصلح ليركب ركوب صحيح ويفضل عدم قوة حدة الأداة، أما يركب ركوب خاطئ معروف أنه يدور الشيء الحاد، ومعروف أن الشيء الحاد هو النحيف، كل ما عرض القطعة اللي بفم الحصان عرضت كل ما كانت أقل قوة أو حدة على شدوقه وعلى فكه، كل ما كانت نحيفة كل ما كانت أكثر حدة وقوة، طبعا أكثر حدة وقوة عشان كذا يفقدون التحكم فيه، وكل ما قلت قوتها وركوبك صحيح كما تحكمت فيه، فهذا قاعدة كل ما استعملت له قوة زيادة تفقد التحكم في الحصان زيادة وليس العكس.